الفاجعة جات صبحة الأربعاء، واللي يعلم الغيب رب العالمين. اتنقلت الأخبار مواجه الإذاعة، وبالصورة تأكد الخبر اليقين. وكم من آباء تبكي بالدمعة كي شافوا وليداتهم المفقودين، وكم من أمهات طاحت من الخلعة كي شافوا أشلاء ذوك المحروقين. حومة الوطن دقت الساعة، وحان الأجل مع اللي يشين. يا حسرة قبيل كانوا في القاعة، ركبوا الطيارة ودخلوا فرحانين. من كل الولايات تلقى مجموعة يتحدثوا وحديثهم على الوالدين. هذا مع البجار نايض الربعة، ومن بشار يزيد حتى التماسين. وهذا طبيب الأول في الدفعة، متخرج وفرح بذاك التعيين. وهذا شاب صغير راه كمل 10، يكمل في السيرفيس يبقى له شهرين. وهذا مودع عائلة فيها 4، يطلب في المولى يوصلوا سالمين. والطيار يشوف في ذيك الساعة كي جاه السينيال وحلق في الحين، فقد السيطرة من بعد الطلعة، وشاف الدخان يخرج من الجنحين. بقوة إيمان رفد السماعة وذكر الجميع بالشهادتين. من فوق الطروت سد المزرعة وتجنب كوارث كانت يقين. يا لك من طيار قوة وشجاعة، ويا ذاك الطيار رانا مبهورين. رافدين الأكف واللحو في الدعاء، وفي جنان الخلد من الخالدين. والمغفرة تعم كل المجموعة لذيك السبعة زيد 250. الله نسأل أن يصب على قبورهم شآبي برحمته وفيض غفرانه، وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يتقبلهم مع الصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.